السلام عليكم أصدقائي. لازم تعرفوا واحد الحاجة مهمة، وهي أن المعلومات الشخصية ديالنا والمعطيات الخاصة بحياتنا الشخصية ولات معرضة لواحد الخطر جديد، وهذا طبيعة الحال راجع للتطور التكنولوجي الكبير اللي عرفناه في السنوات الأخيرة، إضافة للانتشار الكبير لتقنيات الاتصال ودمقراطة الإنترنت وانتشار ليزاباري كونيكتي ما بين الناس. بين المعطيات الشخصية ديالنا اللي ممكن أنها تشكل واحد الريسك كاين مثلا الأسماء الشخصية ديالنا، تاريخ الازدياد، الوثائق التعريفية ديالنا، إيميلات وأرقام الهواتف والصور الشخصية ديالنا، وزيد وزيد. المشكل الثاني الآن مع التوسع ديال الإنترنت، مجموعة ديال وحتى ديال التطبيقات كتجمع لنا واحد المجموعه كبيره ديال المعطيات. نعطيكم واحد المثال بسيط. نفترض مثلا انك بديتي تفتح واحد البروفيل ديالك فيسبوك، راك عارف شحال تاع المعلومات كيطلب لك هذا الموقع، وكيطلب منك معلومات تكون دقيقه وحقيقيه. السؤال دابا، هاد المعطيات وهاد المعلومات الشخصيه عليك شكون اللي كيجمعها؟ بزاف اسيدي، وكيهتموا بكل حاجه كبيره وصغيره علينا، ويبغيو يتعرفوا عليك مزيان، مثلا الشركات التجاريه، الوكالات الاشهاريه، المؤسسات الحكوميه، منظمات، وحتى الاشخاص بطبيعه الحال الى غير ذلك. دابا هاد الاشخاص ولا هاد المؤسسات اللي كيهتموا بالحياه الشخصيه ديالك، فاش كتجمع لك هاد المعطيات الشخصيه ديالك تقدر دير بها بزاف ديال الحوايج. يقدروا يعرفوا العادات ديالك، اشنو كدير في حياتك اليوميه، اشنو كتبغي، اشنو ما كتبغيش، اشنو هما الحوايج اللي مولف كتشريهم، اشنو هما البلايص اللي كتمشي ليهم، وبزاف ديال المعلومات اخرين عليك اللي ربما انت براسك ما تكونش عارفهم. المهم اللي خصنا نعرفوه ان المغرب تاخذ مؤخرا واحد استراتيجيه وطنيه، والهدف من هاد الاستراتيجيه هو جعل الفضاء الالكتروني اكثر امانه. هاد الاستراتيجيه ركزت اولا تامين البنيه التحتيه والانظمه المعلوماتيه، ثانيا تامين التبادلات المعلوماتيه، وثالثا ضمان تامين الحياه الشخصيه للافراد والحد من الجرائم الالكترونيه. وباش هاد الاستراتيجيه تحقق هاد الاهداف ديالها، كان ضروري ان المغرب يتبنى واحد المجموعه ديال القوانين وواحد الترسانه تشريعيه. بين هاد القوانين مثلا قانون 5305 والمتعلق بالتبادل الالكتروني والمعطيات القضائيه، ثم عندنا ايضا القانون 0703 والمتعلق بردع الجرائم والمتعلقه بانظمه المعلومات، والمكمل القانون الجنائي. ثم من اهم القوانين قانون 0908 وهو المتعلق بحمايه الاشخاص من الاستعمال ديال المعطيات الشخصيه ديالهم. وخصنا نفهموا واحد المساله، اي شخص او اي مؤسسه بغات تجمع واحد المعطيات على اشخاص اخرين او معطيات ومعلومات خاصه بالحياه الشخصيه ديال واحد مجموعه الناس، ضروري انهم يقوموا بهذه المساله بشكل قانوني وعلني. هي سيدي، وبطبيعة الحال بعد الموافقة ديال الأشخاص المعنيين بالأمر. كما أن هاد الأشخاص المعنيين بالأمر عندهم مجموعة ديال الحقوق، يقدروا يعترضوا على الجمع ديال هاد المعلومات، يقدروا يدخلوا يشوفوا هاد البحث، أو يقدروا يطلبوا التغيير ديال واحد مجموعة المعطيات. في الأخير ومن أجل التفعيل ديال هاد القوانين، قام المغرب بالإنشاء ديال واحد المؤسسة أو ما يسمى بالسي إن دي بي، أو ما يسمى بالهيئة الوطنية لحماية ومراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي. هاد المؤسسة عندها ثلاثة ديال المهام، أولاً تحسيس والتواصل مع المواطنين، ثانيا تقديم اراء ومقترحات امام البرلمان، الحكومه او الجهات المختصه، ثم ثالث مهمه عند المؤسسه هو استقبال الشكايات من عند الاشخاص المعنيين بالامر. اذا في الاخير خاصكم تفهموا واحد المساله مهمه، المعلومات الشخصيه ديالكم راه ثمينه بزاف ومعرضه لواحد لو ريسك كبير. اذا عرفوا شنو كتكتبوا في الانترنت، وعرفوا شنو كتبارطاجيو، وعرفوا ايضا حتى مع من كتبارطاجيو هذه المعلومات في الانترنت ومع من كتكلموا، وانتبهوا ايضا لواحد المساله، ضروري تخبيوا معلوماتكم واحد المكان امن، خصوصا في الاجهزه اللي ما تكونش مكونيكتي بالانترنت. في الاخر شنو غادي نقول لكم؟ كون على بال، كون على بال، ويدنيك يا مكان لي في البال، مكان لي في البال.